هذا الشاب أراد الخلاص من الغرق وأراد أيضا عيش متعة الأجواء، لكن المطاف انتهى به بعطل دراجته. مشهد آخر لعطل إحدى المركبات وتوقفها في وسط الشارع. شباب تحاول إبعاد المياه عن محالها وآخرون يحاولون كل منهم النجاة بنفسه. هذه القصص وغيرها يضطر المواطن أن يتحملها نتيجة غياب الجهد الحكومي لسنوات طويلة، والمتضررون يتحدثون عن انشغال المعنيين بحساباتهم في السلطة ونسيانهم دوما. مركز المدينة هسه حاليا ماكو مجاري، هسه مجاري ما اريد من عندكم، بوقوا براحتكم، نوبوا براحتكم، اخذوا براحتكم، سووا براحتكم، شوفوا لنا صورة حل المجاري. خويا مع الفقير الى الله. الحكومة تجي إذا ما نفذت للناس الخدمات همين ينزلوا لها الشارع من جديد. مواطنون وجدوا من الحلول البديلة وإن كانت نسبة فعاليتها قليلة، لكنها تخفف عليهم وجع الواقع، متحملين عناء العمل بأنفسهم. ملينا خدمات ماكو، فهاي العملية هي مو صالح يعني للصالحة مو للحكومة. احنا بنسوي شيء ما نترجى من الحكومة شيء، بس نترجى مدينتنا محافظتنا تصير حلوة تمام لولا. وتساءل الكثير إذا ما كان هذا حال مركز محافظة الديوانية، فكيف هو الأمر في الأحياء الغير مخدومة؟ صدقت الأنواء الجوية بالتنبؤ بأجواء ماطرة، لكن لم تصدق كل الحكومات التي مرت على تولي زمام الأمور من تخليص الناس من واقع خدماتي سيء بحسب مواطنين. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.